قضية التسفير. باش ناخذوا معنا بالتليفون محمد قبيل برجب رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج اللي هو عنده معطيات وهو من أكثر المتابعين لملف التسفير. صباح الخير محمد قبيل. صباح النور، صباح الورد، تحية ليك وضيوك الكرام والمستمعين الكرام كذلك. شكرا لك. اليوم الملف من منظوركم انتوما وفي متابعتكم ليه كجمعية التونسيين العالقين بالخارج وين وصل بالنسبة ليكم محمد قبيل؟ والله بالنسبة لي نحن وصل مرحلة مزينة برشا. علاش؟ لأنه سابقا منذ 2015 وحنا ندعيه إلى فتح معناتها ملف التسفير، لكن كما تعرفوا انه في العشريه السوداء معناتها ما يساعدهمش نحل الملف هذا. كما شفتوا فما الايقافات، فما التحقيقات مع عديد المسؤولين من الصف الاول من حزب معناتها كان يحضر في البلاد. اليوم النيابه العموميه وحتى الامنيين تحروا معناتها من الوصايه السياسيه ولو يخدموا على ارواحهم باريحيه، وكما شفتوا معناتها التحقيقات والايقافات معناتها شيء يفرح لاننا ما نحبوش التشفي وانما تطبيق القانون. تطبيق القانون سواء معناتها كقرار مجلس الامن اللي هو 71-28 يعاقب الاشخاص اللي ساهموا في توجه شبابنا وشبابنا الى بؤره التوتر، لانه ملف تسفير هو ملف ليس وطني فحسب، هو ملف اقليمي. تسفير في حد ذاته هو اللي تو تشوفوا ينجر عن ذلك فتح ملف الارهاب في تونس، لانه التسفير جعل شباب تونس والشباب توجهوا الى مثلا ليبيا وغيرها ويتحولوا الى ارهابيين، منهم قاموا بعمليه ارهابيه في تونس، منهم هما سقط معناتها الشهداء المؤسسه الامنيه والعسكريه. شفنا عائلات مختلفه، العائلات احنا المسلوم مرتاحه على ابنائها كيف تحولت لارهابيين او توجهت لابوار داوتر. نشوفوا عائلات امنيين معناتها وعسكريين معناتها يتالموا على سقوط الشهداء. هذا ملف كبير وساخن جدا، الحمد لله انه تحل هذايا. وسامحني معناتها فما حد تشوف فيهم عند اشخاص كانوا قبل معناتها هما يرسخوا في الارهاب في تونس، اليوم نشوفهم في رقصات ديك المذبوح. معناتها نساو اللي مثلا للذكرى للحصر، مثلا انه في شخص في وقت ملاقات مسؤول في وزاره العدل كان يسمح لاشخاص معينين باش يبطلوا سموه ويدخلوا السجون المساجين معناتها بدون حتى الرجوع الى المؤسسه معناتها اصلاح والسجون. معناتها هذايا احتوي حتى اصدقائي معناتها في الناحيه هذه، انه يعطيوا ترخيص للمشايخ باش توجهوا الى السجون والقاء دروس ودمغجه شبابنا. هذه حاجه من الحاجات يعني. كذلك معناتها الاشخاص اللي كان يتذكروا مثلا ثم السيد مختار الجبالي معناتها اللي في فيديو معروف انه دار الجمهور معناتها في معناتها في حصه التلفزيون قال يا شباب تونس، معناتها نداء مباشر، شباب تونس توجهوا الى سوريا الى الجهاد. وعندما سالوا المرشد انا ذاك في معركه الغربيه قالوا ولادك انت حرصتهم شي باش يمشيوا؟ قال ليه، يعني هذوما الاشخاص بالحق تجار دين يتاجروا بالدين وحتى بالشعب التونسي الكريم اللي جعلوا من شعب تونس اللي يقول على السلامه، يقول لك معناتها بلادنا بلاد ياسمين بلاد العباد محبه للحياه، جعلوا من شبابنا على كل اسف لازم نقولوها ارهابيين. اليوم اليوم محمد قبيل تحكي على الشباب، قديش عدد التونسيين اليوم موجودين في السجون السوريه؟ في السجون السوريه معنا ضبابيه، لانه مع كل اسف مثلا الدوله السوريه ما تعملش مع الجمعيات كيفنا احنا. اما المعلوم اللي عندنا احنا فما 43 تونسي منذ 2013 وهم في السجون السوريه. هذوما 43 معناتها تهمتهم الوحيدة اجتياز حدود. كان تذكروش ثم وفد توجه في دمشق إلى دمشق في جوان 2013، كنت رأس وقت صحفي زهير لطيف، كنت معهم، قابلنا بعض المساجين. كانت مبادرة من شقيقة سوريا أنها قالت اجهزوا ولادكم روحوا بيهم، هذوما ما تدخلش يديهم بالدماء، ليسوا إرهابيين، تشدوا على الحدود معناتها الأكثر والأقل اجتياز حدود خلصة. لكن ما رأنا أنه منذ 2013 ما روحوش بيهم. يقول القائل علاش؟ هنا مربط الفرس، لانه هذوك الاشخاص هم شهود عيان من الصف الاول باش يدينوا اشخاص اللي سفروهم. والاشخاص شكون هذوما؟ نوع من الصناديق السوداء يعني دي بوات نواغ. يعطيك صح اكزاكتومون، لانه اذا كان رجعوه معناتها هذوما معناتها المواطنين باش يديو بالشهاده نتاعهم. علاش علاش ان ما سمعتوش الى يومنا هذا؟ تونس روحت مواطنيها اللي كما الدوله السوريه منذ 2013 قال تفضل، لكن انا ذاك سيد المرزوقي الرئيس المؤقت، الحمد لله هو مؤقت، معناتها رفض
لانه عملوا اليوم ترى باش نختم معاك محمد قبيل برجب. اللي اليوم الملف تفتح وملف التسفير واللي هو باش نكتشفوا فيه برشا حاجات، وربما العائلات اللي رفعت البارح مطالبه بمعرفه شكون بعث اولادهم اليوم باش يبداو يلقاو الاجابات. بالضبط، يعطيك الصحة. واحنا في البداية دي احنا ملاك مناش كذا، بلاد اللي نحبوها وليس انتماء لنا الا ذلك العالم اللي نحبوه ونقدروه، انتمائنا البلاد هذية والوطن الكريم. وتو تشوف سيد الكريم وحتى المستمعين الكرام، الحمد لله القضاء تحرر وتشوفوا الملفات اللي قاعد تتحل، واليوم ان شاء الله معناتها السيد القضاة في النيابة العمومية معناتها نشوفهم كيف يخدموا خدمتهم وتحرروا من الضغط السياسي، حتى حد ما هو فوق القانون، الناس كل سواسية وذلك نحبوه. شكرا لك محمد قبيل بن جاب، رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج.